المتواصل والحملة المغرضة ضد الجزائر، وأخص بالذكر الدبلوماسية الجزائرية، حيث في تصعيد مغربي خطير هجمت الخارجية المغربية الجزائر دون أن تسميها، واصفة إياها باللعب السيء في المنطقة حسب ما جاء في البيان. نظام المخزن والذي يواجه الانتكاسة تلو الأخرى في المحافل الدولية، وفي بيان لوزارة الخارجية المغربية حمل الجزائر مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية في شمال مالي، في خطوة تعكس حجم الاستياء المغربي من نجاح الدبلوماسية الجزائرية، وفي إقرار مصالحة تاريخية بين فرقاء الأزمة المالية. فالمغرب وفي خطوة استفزازية وجه دعوة إلى من أسماهم بالقوى الحية في مالي وسلطاته من أجل العمل تجاه حل توافقي يستجيب لتطلعات السكان بمن فيهم سكان شمال البلاد، رافضا اعتبار هذا البلد بأنه حديقة خلفية خاصة أو حقلا للتجارب، في اتهامات مباشرة للجزائر، مشددا على أن حل الأزمة المالية لن يأتي من أطراف همها الوحيد زعزعة المنطقة. أهم الكلمات التي جاءت في هذا البيان سنناقشها مع ضيفي الكريم رئيس اللجنة الوطنية للتضامن مع الشعب الصحراوي السيد سعيد عياشي. مرحبا بك. مرحبا سيد سعيد عياشي، دعنا نتكلم عن هذه السياسة المغربية المنتهجة ربما منذ أكثر من 30 سنة تجاه الجزائر. هذا يطرح تساؤلات كبيرة عن مصلحة ربما المغرب من التهجم إن صح التعبير على هذا البلد الذي يحاول ربما زرع الاستقرار في المنطقة على اعتبار أنه تعيش أوضاع أمنية متردية. يبدو لي نحن في الجزائر نكون تقريبا نعتبر ان هو دليل نجاح الدبلوماسيه نتاعنا لما يوقع قلق في القصر الملكي وفي المخزن، لان منذ 30 سنه واخواننا في المغرب المسؤولين طبعا هم يحملوا الجزائر بكل مشاكلهم الداخليه وكل فشل الدبلوماسيه نتاعهم. ويكفيني نذكر ان بالنسبة للحكام المغربيين نزاع الصحراء الغربية هو نزاع بين الجزائر والمغرب. يشار لي إلى أن سيد إبراهيم بولحية رئيس اللجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمم موجود معنا عبر الهاتف، ونظرا لانشغاله سأقطعك سيدي لأغتنم فرصة تواجده معنا وأسأله عن يعني مصير هذه المبادرة التي أطلقتها الجزائر والتي أصبحت يعني فرصة تنتهزها المغرب لتتهجم على الدبلوماسية الجزائرية بين الحين والآخر. سيد إبراهيم بولحية إن كنت تسمعني مساءك سعيد. أهلا وسهلا، مرحبا بك. قلت هذه المبادرة التي أطلقتها الجزائر، هل يعني نجحت المغرب في تشويه صورتها ويعني وتحويل يعني مفعول هذه المبادرة إلى شكل عكسي؟ شكرا أولا، شكرا للاستضافة. ثانيا أعتقد بأننا اعتدنا على مثل هذه الهرطقات والأقاويل والادعاءات المغربية، اعتدنا عليها كثيرا ولم نعد نقيم لها أي وزن أو اعتبار. يمنا بنا بأن النجاحات الجزائرية التي حققتها الجزائر أصبحت تزعج جارتنا المغرب وتحز في نفسها، باعتبار أنها عملت كل ما في وسعها لعرقلة جهود الجزائر ووضعت العقبات ودقت الكثير من المسامير والتحريض لبعض الأطراف للتشويش على المساعي الجزائرية. سيد إبراهيم، المساعي الجزائرية أعتقد أنها كلفت بالنجاح وأصبحت تحظى بقبول لدى جميع الأطراف، سواء على مستوى الأطراف الفرقاء في المالي أو الفرقاء والأطراف في ليبيا. سيد إبراهيم بولحية، ربما هذه المبادرة توجت بعد 8 أشهر من المساعي الجزائرية في حل الأزمة شمال البلاد مالي، توجت بالتوقيع على الأحرف الأولى هنا بالجزائر، لكن ربما تأخر الاتفاق الأخير الذي كان ربما مزمعا آخر الشهر الفارط هو ما فتح المجال أمام هذه الأطراف للتشويش على هذه المساعي الجزائرية. شوف، أنا نقول لكم حاجة بركة، أعتقد بأن المغرب يعرف جيدا
بأن المساعي الجزائرية لا تقوم على الابتزاز والانتهازية والاستفادة الذاتية للجزائر مثل ما تمارسه هي. وعندنا احنا مثل عربي مثل من الجزائر، لا يظن السفيه إلا ما فيه. أعتقد بأن المجهودات الجزائرية كللت بالنجاح والأمور تسير طبيعيا. فيه بعض الأطراف التي لم ترفض الاتفاق بل تحفظت على بعض النقاط موجودة فيه، والمسائي جارية لإقناع الجميع بالانضمام إلى هذا المسعى، وهو مقبول منها، ولكن لديها بعض الملاحظات بطبيعة الحال كأطراف يجري الأمر لتسويتها. أعتقد بأن نظام المخزن يعرف جيدا بأن المسائي الجزائرية لم تأتي فرضا على الإخوة الماليين، بل جاءت بطلب من الرئيس أبو بكر كايطة الذي طلب بأن تقوم الجزائر بمساعيها لحل هذا المشكل. أعتقد بأن الواجب تجاه جيراننا وخاصة تجاه المغرب في حد ذاته أن يعرف جيدا بأن الجزائر تعمل ولم تسخر جهودها يوما من أجل التدخل، من أجل تحويل منطقة الساحل إلى ساحة عبور لقوافل المخدرات هذه المخدرات الممولة للإرهاب. والجزائر ستة أكبر منتجين في العالم للمخدرات ولم تعمل في يوم من طيب سيد إبراهيم بولحية، هناك من يقول بأن المغرب يعني استدعى أطراف يعني من الأطراف من بين الأطراف المتنازعين في شمال مالي من أجل إقناعه ربما بمبادرة يحاول إطلاقها، وهو دائما في إطار التشويش على مبادرة الجزائر الدبلوماسية. هذا ترجمة لفشل المغرب في سياسته تجاه الدول الإفريقية منذ 84، منذ انسحابها من الاتحاد الإفريقي. ليست وليدة اليوم أن تعمل المغرب على التشويش على أي دولة إفريقية سواء الجزائر أو غيرها تسعى إلى استقرار وأمن وتنمية إفريقيا. هذا ليس جديدا على المغرب. المغرب يأتمر بأوامر أسياده من أجل أن تبقى قارة إفريقيا تعمها الفوضى ولا أمن ولا استقرار. طيب هذا سيد جديد على المغرب. سيد إبراهيم بولحية، نقيم أي وزن لهذا؟ سيد إبراهيم بولحية، هل لديك ربما تفاصيل عن مستقبل هذه المبادرة، مبادرة الجزائر في حل أزمة مالي؟ أعتقد بأن مبادرة الجزائر سائرة في طريقها وبمعية الفرقاء الماليين، إخواننا في المالي يعملون كل من جهته من أجل التتويج النهائي باتفاق يحفظ للأب يحفظ لمالي وحدته أرضا وشعبا ويضمن التنمية والاستقرار. نعم. والأمن بمالي. سيد إبراهيم بولحية رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة، كنت معي عبر الهاتف على المباشرة، أشكرك على هذه المداخلة.